قال لأصدقاء المشاهدين: لو كان لخطوة حبيبي مزيكا، حبيبي حبيبك أي حد بيحب حد، لو كان لخطوة حبيبه مزيكا، صوت خطوة حبيبك يعني له مزيكا، كان هيكون أحلى من المزيكا اللي تصورها لخطوة حبيبه محمد عبد الوهاب. أنا شكلي بقول طبقنا وطبقكم في الفرن، بس الحقيقة ما أقصدش أقول كده، أقصد أقول إنه مش ممكن يكون أحلى من تصور عبد الوهاب الموسيقي لخطوة حبيبه هو شخصيا. مزيكا عربي شرقي صرف وجميلة جدا، وكالعادة بيلعبنا الأستاذ حلق حوش، بيلعبنا لعبة المباغتة والمفاجأة. هو دايما رأيه أن المتلقي بيزهق بسرعة، ودايما رأيه أنه عليه أن يحترم زهق المتلقي، وأنه ما يقدملوش نفس الطبق بنفس المعلقة بنفس حتة الرز والخضار، لا يشكل، دايما يشكل. المقام المختار الرئيسي مقام الحجاز كار، أي الحجاز على درجة الدو، عربي جدا جدا، والمقامات اللي جوه عربية جدا. هتلاقوا بياتي الكردان، بياتي الدو، وهتلاقوا راس الجركة، هتلاقوا النهاوند على درجة الجركة، لكن التضفيرة في نهاية الأمر تضفيرة وهابية من الطراز الأول. معانا كالعادة الأوركسترا بقيادة المايسترو خالد فؤاد. مايسترو خالد، تسمح لي نسمع سلم الحجاز كار ده؟ حاضر. نقول السلم، السلم نفسه سلم. يلا. اللي منه طبعا السلم ده بيفكرنا بفاكر لما كنت جنبي. حلوه برضه. الله الله. بس على درجه الري، يعني ده الفرق الوحيد. وبالرغم من كده، في اول لحظه، اول طلوع الكوره من السنتر، بيفاجئنا الاستاذ عبد الوهاب بجون. عارفين انه جون الفار اللي اتغيرت؟ لا يا باشا، محدش كان يتصور ولا يحلم انه في اول لحظه هيغير حرف، خصوصا انه هيرجع له بعد كده الفا ديز. احنا قلنا تارارارارا ناتوريلا هي تيرارا، انما في اول كوره طويله من السنتر عبد الوهاب بيجيب الجون مباشره ويقول تيرارارارا تا، مش كده برضو؟ حساس الصول يعني. ايوه بالظبط كده، فا ديز بيغير حرف صغير يروح جايب جون لينا وللموسيقيين ولكل الناس. بنلتقي بصلوات كتير في هذه المقطوعة. أول سولو رضا برضو اللي بيقوله، بيقول عازف النايب الكبير رضا بدير، بيقول سولو راس الجركة. نسمع رضا من فضلك لوحدك كده. بيرد عليه زيزو في مزنق بياتي الكردان. مزنق عزيز مش كده؟ مزنق جامد. يا قديم يا حلو، ما تخافش عليك انت، ما تخافش عليك انت. هو مزنق. بيرد بعد كده مصطفى عبد الخالق على القانون، بيقول سولو. جميل خالص. ونختتم مهرجان السولوهات مع فاروق محمد حسن كالعاده، والاكورديون ولون تاني من خطوه حبيبي برضو، هي على النهاوند. بنقول يا سلام يا سلام يا سلام. وبالرغم من كده يقوم رضا قايل السولو بتاعه تاني، لكن الاستاذ عبد الوهاب يصر الا يقدم مرتين نفس الشكل، فيقوم بدل عزيز ما يتزنق لوحده يروح زانق كل الكمانجات معاه وكاتبها لهم بشكل نجم عبد الصبح بيترجموه. مصعبه بجد يعني، مصعبه اكتر. طب نسمعها لو سمحت تحت والشل. والله طه بيتزنق فيها برضه. كله كل الوتريات كله متبعزق فيها يعني. فهنقول الجزء بتاع ناخد من اول رضا، من اول رضا. واحد اثنين ثلاثه اربعه و
كل الناس دي ردت مكان عزيز على فكرة، قالوا مكان اللي كان قالوا عزيز من شوية. طيب الصلوهات الأصلية ناي كان اللي لاعب حسين فاضل يا رضا مش كده؟ الأستاذ حسين فاضل الله يرحمه. زيزو الكمانجا كان مين؟ الأستاذ أنور منسي، أخينا وصلنا بس بعد استشارة الحاج سعد محمد حسن والأستاذ نبيل كمال، كلمناهم في التليفون دلوقتي لأن احنا اشتبهنا جميعا. الناس قالت يعقوب تاتيوس، انا بعتقد ان يعقوب تاتيوس بس هو لان هو بس انا قلت انور منسي، انور منسي بس هو اللون بتاعه. القانون مين يا مصطفى كان لاعب فكرك؟ انا سمعت صح فتح منسي الاسطول. يا سلام على الاسطول. كان اسمه على فكره اسم الشهره سعد فتح منسي، عازفنا الكبير الراحل الاسطول. واخيرا اكورديون يا رؤى كان مين؟ كان الاستاذ حسين احمد علي. عازف برضو جميل. كان تعرف انه العازف الوحيد اللي خد مختارات في الاذاعه هو وشعبان اظن، كانوا اتنين ده وليه حاجات جميله جدا وصلوات للصلوات بتاعه موسيقى تصويريه. حاجه في منتهى العظمه والجمال. ومع ليلى مراد ماليش امل في البنيادي. مظبوط مظبوط. طيب اذا استمتع بكم ومعكم ويستمتع المشاهدون بمحمد عبد الوهاب وخطوة حبيبي بيقدمها لنا الأوركسترا بقيادة المايسترو خالد فؤاد.
معقوله لسه عندك الصوره دي؟ انا كنت بحبها قوي. شفت دينا شكلها كان عامل ازاي؟ إيه ده انا فعلا كان شكلي كده. مش بنشوفك ليه اونلاين؟ هتشوفوني كتير اونلاين علشان بقى عندي دي اف ام من اي ام. اي ام مش بس خدمه انترنت، دي حياه.